فاز للتاريخ. حكايات، ذكريات وأحلى اللحظات مع ألمع النجوم في كل الرياضات. حديث النجوم مع إبراهيم البوغنمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا العدد 29 من سهرتكم الرياضية حديث النجوم، مساء كل نهار ثلاثة من 6:30 حتى 8 متاع الليل، سهرة نمشوا فيها ذكريات النجم من نجوم الرياضة في تونس. نجم السهرة الليلة من عائلة رياضية، والده المرحوم عم حسين باني مدرسة حراس الشبكة البنزرتية اللي أنجبت عديد الحراس من غازي الإمام إلى مضرع المية. ورث على الوالد شجاعة فوق الميدان والأخلاق الحسنة وحسن الجوار خارج التيران من صغرته، اللاعب موهوب فنان. مع مراد الغربي وبورشادة كان حاضر في مونديال 85 وساهم في أفراح البنزرتية مع مفرج رمضان وخان وسحيق والكابتن بندولات الفنان. جابوا بطولة، جابوا كاس وفتحوا القارة الإفريقية، شعار ديما يقول الصفرة والكحلة تعز عليا. يا منير يا ولد الباز، من غيرك يحب بحب البنزرتية فاز، من العالية سجنان رفراف ماطر جرزونة راس جبل منزل بورقيبة، عشقناك بزاف. الليلة مع صديقنا برهوم في حديث النجوم وعلى موجات راديو لسفام الجربية كرموك. مرحبا بك خويا منير رباز على موج راديو لسفام في هذه السهرة الرياضية، وأنت نجم السهرة الليلة في حديث النجوم. مرحبا بك سي إبراهيم ومرحبا بك كل المستمعين. شنو حوالك لباس؟ والله الحمد لله. شنو حوالك؟ نعملوا شويه على الذاكره، راه ما عندناش لا تاريخ لا اوراق قدامنا، راه باش نعملوا على الذاكره نتاع منير فوق التيران وكهو. كهو يقول التيران هو الكل. صحه وحال العائله كلها باس؟ والله الحمد لله. الحمد لله يا رب. ملك ما سمعتوا اصدقائنا المستمعين الاستوديو الخارجي الليله على كورنيش عاصمه الجلاء ولايه بنزرت في بيت نجم سهرتنا الليله منير الباز مع العائله المستقره، نوجه له بتحيه كبيره برشا، وكذلك وراه جماهير سي بي في كل مكان داخل وخارج بنزرت في استوديوهاتنا المركزيه براديو لسفان ثلاثي العاده لا يقطعنا عاده ثلاثي الانتصارات. الكابتن فريق ايمن يستقبل مكالمتكم على 75 658 100. مايسترو بوعيش على الكونسولات مكلف الليله بالمحاصره الفرديه لنجم السهرة منير الباز، وامام المايك منسق الفريق اليسا فهم صديقكم برهوم. اهم عناوين مسيره نجمنا الليله: بطل تونس، كاس تونس، اول كاس افريقيه للانديه الفائزه بالكؤوس، مونديال روسيا 85، وعديد الاطراح الكبيره اللي تميز فيها نجم سهرتنا الليله، والذكريات وطرائف باش نكتشفوها مع بعضنا. هذه عناوين اهم سهرتنا الليله مع الكابتن منير الباز. مباشره نمشيو مع الفقره ولا جيت لك بوعيش في انتظار البوعيش الفقرة الأولى، تفضل. نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها. اش يقول لك عبد الحليم منير؟ عبد الحليم من الجماعة تاعنا من القدم. شنو من القدم؟ القدم ما تكبر في روحك. لا لا حاجة، خلطنا احنا على القدم وتغربنا مع التعليم وكلثوم وفريد.
الاغاني نتاعها من اللي احنا صغار نسمعوا فيهم مع والدينا مع واحد. اكيد عبد الحليم يقول لك نبتدي من الحكايه وانا نقول لك كيفاش بدات حكايتك مع كره القدم الساحره المستديره. السؤال هذا نساله تقريبا لكل النجوم ونقول له شكون سحر خوه، انت ولا الكره؟ والله انا ملي تولدت مسحور، ما كان مرحوم الله يرحمه بابا كان حارس مرمى ملي صغير، انا مغروم بالكره اما كنت حارس مرمى كيف كنت حارس مرمى، انا كنت صغير يعني حارس مرمى ممتاز، حتى اللي اكبر مني عيطوا لي باش نشد لهم هكا فتحهم واحد. عاد اللي بدل لي البوست نتاعي هو المرحوم بابا حسين. قال لي ما عادش تحب راك شد الكل، هكا فما 10 جوارات اختار البوست وعبد الترا. قلت له علاش بابا؟ قال لي اللي صار علي انا ما نحبوش يصير عليك انت، ضرب وتكسير وفهمت الريسك، حتى الجارديان بيت عنده برشا ريسك. صحيح. قبلت كانوا ناس دي كاسكادير وناس كانت ترمي رواحها ودي كوراجور فهمت. وليت بدلت عدا وليت خرجت لعبت ميليو تيران ولعبت افانسوفر فهمت. هذه هي البدايه بتاعي. البدايه كيف مشيت اول مره في اول مره مشيت شكون لقيت كمدرب معناها احتضنك وكلاعبين مازالوا متواجدين شكون؟ والله انا اول ما بدينا كان اول من الناس اللي عبد الرحمن بن حسين الله يرحمه وكان علي خمليه الله يرحمه فهمت. هذوما الناس اللي معناتها وقت اللي طلعنا صغار لقيناهم هما اللي كانوا سند لينا وكانوا معناتها كي ولادهم مصابينا فهمت. وتدربت بديت في السلف شنو اللي بديت فيه في الفريق؟ انا بديت ايكول، كنت بالايكول في ستير جازونا ومن بعد مينيم بديت في النادي الرباط. ايوه بالمينيم تدرب بعد المينيم مشيت من المينيم عاد بديت الكادي وبدات فريق قومي كادي الاصاغر فهمت الفريق القومي الاصاغر وقعدت في نادي البنزرتي حتى لين معناتها طلعت الايكيب سينيور الكادي ايكيب ناسيونال كادي. تذكرش بعض الاسامي الجول مثلا شكون الجول اللي كنت تذكرهم؟ كانوا عندنا قولة تعرف كان عندنا معنا وقت شكري الوان ورضوان اخويا هكا تحيات مجهول وتحية ان شاء الله يكون في الاستماع كذلك ان شاء الله يكون في الاستماع هذوما. وكان معنا زاد في لطفي نونيس كان لطفي نونيس والبرني هيثم عبيد عبد الحق محسوب يا محمد عبد الحق لطفي بكوش المرحوم اللي ما كانوا معنا لطفي زاد الله يرحمه. المدرب شكون اللي كان معك في كيف نسمع الكادي وقت في الكادي؟ كان في سليم زليتني الله يرحمه وسي مختار بن ناصف الله يرحمه. فبزوز اسماء كبيره برشا في عالم التدريب الله يرحمه كبار برشا كان شفت الاسماء هذوما معناها من بالكادي طلعتوا للجونيور وطلعتوا للسينيور وهكا تشوف الاسماء ما شاء الله. ناخذوا اول مباراه مع الاكابر مع سي بي وقتاش كانت؟ اول مباراه كانت كنا وقتها مع اريانا كوب فهمت. ربحنا في مباراه في البصيري في ملعب البصيري ربحنا 3-1 وقتها كاس مقابله كاس وكانت اول مقابله نتاعي وسجلت فيها هدف. ايوه شفت معناها المباريات الاولانيه تقعد ديما في الذاكره. تقعد سوفينير ديما. وي شكون اول مدرب استدعاك في صنف الاكابر وقتها؟ في صنف الاكابر كان وقتها مختار تليلي وكان وقتها المختار تليلي وفما اللي قبل وقتها كان يوسف الزواوي. اما المختار تليلي وقتها هو اللي كان استدعانا انا ومراد الغربي ومن الاول يعني معناتها من الصغار من الجونيور طلعنا السينيور. نمشي اللاعبين اللي لقيتهم وقتها توا وقت بديت تلعب مع الاكابر ترى سابينا اكثر ما يمكن الاسماء ترى. وقت اللي طلعنا الاكابر كان عربي باراتلي عبد الجليل محواشي محمد صالح كشك انت هذوما معناتها شكري تركي هذوما اللي لقيناهم يعني بخلاف يعني حمده بن دولات وصالح شلوف وياسين التيري
فهمت هذوما الكبار اما بالقدم القدم عزيم بن سعيد فهمت الحاج عزيم بن سعيد هذوما اللي القدم معناتها الكبار معناها كماله الجيل السبعينات الذهبي للسعودية الكماله وقت الفن كارير نتاعهم وقتها وبعد خرجوا بعد عام عامين كملنا معاهم احنا خرجوا وقعد بعد حمدا وصالح شلوف ياسين التجيري حسني زواوي جينيراسيون الثمانينات فوالا جينيراسيون الثمانينات 83 83 84 شي يذكرك الموسم هذا 83 83 84 الوقت فما كأس تونس اي فما بطولة تونس وقتها بطولة تونس نادي البنزرتي وقتها ومن وقتها هي أول بطولة معناتها لنادي البنزرتي اي كملتوا كلاسمون وحدكم ولا شكون معاك؟ لا كوقتها احنا فما شفت ملعب تونس بالضبط 62 نقطة 62 نقطة كيفاش تفضلت المشكلة هذه؟ هيك مشكلة كبيرة صار عليها مثلا ايوا جماعة الصاد يقولوا يتشكيوا جماعة خلينا نسمع فيرسيون تاع بنزرت تاع الليلة لا والله توا هما يتشكيوا في حصة سابقة جبنا صابر الغولي نحيوه في المناسبة سمعنا الفيرسيون تاعو هو قال يا خويا كيفاش وكيفاش ها باش نسمع فيرسيون مع منير توا بالنسبة للسيابي ايوا اسمع يا هو راهو اخضر في الطراع لو ديما الواحد وقت اللي تيح دوز ايكيب اكزيكو تكثر برشا الاقاويل يعني تكثر برشا الشكوك في المقابلات وتكثر في التحكيم وفي الفندة وقت ربحنا احنا وقت بالجولا فيراج صار فيها قانون وواحد مش ربحنا احنا في البطولة عملوا فارق الاهداف ولا وقت ما عملوش مواجهات مباشرة وقتها لا وقتها فما قانون ما عملوش مواجهات مباشرة يعملوا الجولا فيراج للي فوالا وعملتها وقتها اربع كيبات معناها في نفس المستوى سي بي وستاد 62 وراكم الكلوب والاتوال 61 معناها بطوله باستحقاق نجم نقول معناها بطوله وقتها كانت يعني وقتها اسمع وهيك الشارم نتاع الكوره هي بالضبط هيك البنه نتاع الكوره وبنه وقتها سي بي ماركيتو 36 بونت والدفاع قبلته 12 وستاد 28 بونت وقبل التسعة دونك الفارق ما بينكم 24 وهم 19 صحيح وقتها هذا بالنسبة للموسم وأول تتويج للنادي الرياضي البنزرتي 83 أبو عيش يقول لي لحظات باش نرفعوا أذان صلاة العشاء حسب توقيت محلي جزيرة جربة وما جاورها الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت باش نرفعوا الأذان ثم نرجعكم تقفوا معنا خويا منير نرجعوا بعد الأذان اسمعوا أوليس FM في جربة على 92.1 ولا 104.3 مستمعين الأفاضل نرفع لكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لجزيرة جربة الرجاء مراعاة فارق التوقيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة
حي على الصلاة. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حينما يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. لسفام إذاعة أهل الجنوب. إذاعة أهل الجنوب. تقبل الله الصلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع مع بعضنا في السهرة الليلة. نجم سهرتنا المنير الباز، اللاعب السابق نادر البزاتي، وكذلك لاعب المنتخب الوطني الأواسط اللي كان شرفنا في مونديال 85 بروسيا. باش نحكيه أكثر التفاصيل. مرحبا بك من جديد أخويا منير. مرحبا بكم ومرحبا بكم المستمعين. شكون كان المدرب اللي وراء البطولة 83-84؟ بالضبط البطولة يوسف زواوي. يوسف زواوي في المسيرة في الكأس اش عملته؟ ذكرش في الكأس وقتها والله ما عندكم الربع النهائي. نعطيك الدور وقل لي النتيجة. عندكم الربع النهائي مع الكلوب في المنزة. ضربت خلنا في البرولوجاسيون خسرنا. عندكم اثنين بلاش في الربع النهائي، اثنين بلاش مع الكلوب. هذه باش نقصوا لك عليها نقطة، خاطر بوعيش هو شاد التحكيم اخويا وما يسمح ليش باش يقول لي اقل غلطة احنا نسامح معاه، كما هو ما يسمحش انا باش نحيل لك نقطة على من الحساب. دونك واحد يا باك تعرف تاريخ واحد نلعب على النقاط راه اخويا الله غالب عليه وعليك. نمشي والمسيره 84 85 الانسيابيه نلقاها من البطوله، نلقاها من البطل في المركز التاسع. شنو اسباب التراجع في منير؟ والله هو سبب التراجع ديما كل ما نعمله عام العام الثاني ديما يصير التراجع هيك. هذه الشيبية احنا من بكري من بكري موجودة الحكاية دي، ما نعملوش اللي زنين في جورة بعضهم. وذلك ديما نقوله احنا كوقت ما عندها برشة تراخي وكل مسؤول يجيك بنظام اخر فهمت. معنى التغيير ما تصير شكل كونتينويتي بالنسبة للهيئة ولا بالنسبة للبرمجة ولا هذيك هي ربما اللي قلق شوية. هذيك هي نحن ديما فماش كونتينويتي، ديما فما التغيير، وهذيك اللي يخلي ديما تيابي ديما كل عام تعمل عام به العام اللي بعده عندي ثلاث سنين وتعاود ترجع تعمل عام يخطر. المدرب 84 85 شكون تذكره؟ المدرب وقتها 84-85 84-85 بعد يوسف. يوسف وقتها في مش دراجن. بعد دراجن
بعده هو دراجن باهي. دراجن زي وبعده هو جاي دراجن. فوالا كأس تونس في الويتيام خرجت في بنزرت ضد نادي صفاقس، تتذكرش الماتش هذاك؟ لوي وقت الويتيام ما خسرنا النادي الرئيسي صحيح في البصيري. صحيح. واحد بلاش. واحد بلاش. اي واحد بلاش في التشيل. نمشي ولا كاس افريقيا الانديه البطله لعبت ودور الاول الذهاب مع شكون تذكرهاش؟ الدور الاول مع الحراش. الفريق الاولاني لعبته مع الحرس الموريتاني. ليكيب مع اي صحيح لعبنا مع ليكيب موريتاني وي وربحت واحد بلاش في اللي فالعلي بحنا واحد بلاش. وفي الرتور تعادلنا واحد اخي رجعوا لك من سلفة مردودة اخي رجعوا لك النقطة نتاعك السيدي هاي فليس. نمشي للدورة الثانية ذهاب سيابي والفار لعبته مع المغرب. ايوا الفار خسرنا لهنا اربعة بواحد بالضبط. ايوا وربحنا واحد بلاش غادي في المغرب. فوالا نمشيو توا عاد للموسم الكبير روسيا 85 ومونديال الاواسط. هات نحكيو عليه شويه بالتفاصيل. تذكرش وقتاش تعدى في الطرح وقتاش دارت؟ يعني باش نبدا بالصعيب باش بعدين نسهل شويه حلقه. 24 اوت دارت سبت 24 اوت الماتش الاولاني تونس وبلغاريا. يعطيني النتيجه نتاعها. تونس وبلغاريا خسرنا 1-0 خسرنا 2-0 2-0 ثم بيتر ذي ميهارتيكي في دقيقة 32 وثم ليبوزا بينيف في دقيقة 78. ذكرني بالتشكيلة متاع الماتش ذي الأولاني وما يقعد في الميموار ذي ما تنساش. والله يا سي إبراهيم أنت تورا تشكيلة نعاونك برا سيدي في حراس المرمى الواعر. هاي وبعده الواعر نقول لك عندك الواعر عندك توفيق المهزلي هاي لطفي الشيحي عبد الحق محمد علي المحجوبي لطفي لونيس مراد الغربي لطفي الرويسي الرويسي طرح هذايا من نفس التينة نتاعو قيس يعقوب يلعب قيس بن صالح. اي قيس يعقوبي هيثم عبيد. هيثم عبيد في الوسط. نتاع صفاقس. نتاع صفاقس محمد الدرقاع. ايوا الدرقاع ويلعب وقتها على البارتي جوش. صحيح. ومعاه سامي تويت. قيس يعقوبي وسامي تويت. وسامي تويت. نهار اخونا منير لابس قداش نمرو قداش؟ شوف نتاعك. يظل لي 3 يظل لي 13 نقص منها واحد يظل لي 12 على البار هذا نحسب الجواب صحيح خاطر 85 توا ما شاء الله. باهي تعاونوك سيدي الحكم كان من انجلترا. باهي الحكم عمل فينا كوقت مقابله كيفاش؟ عمل فينا برشا كوقتها. وفما الدخول دخلت انت في الطرح تذكرش وقتاش؟ في الشوط الثاني 72 دقيقة عوضت شكون؟ عوضت فؤاد الدرقاع. مايسترو يعوض مايسترو مولير الباز يعوض هيثم عبيد يا خويا. وبعد دخل معاك الإمام عوض سامي تويتي. دونك نمشيو للماتش الثاني. الماتش الثاني شوية ذاكر الماتش الثاني تونس والمجر. تونس المجر نتيجة ما شاء الله عدلنا 1-1 2 بواحد للمجر. المجر 2 بواحد ماركينا احنا الاولانيين نتذكرش بونتو تونس. هاك علاش بونتو شكون اللي ماركيه وقتها؟ بونتو نتاع تونس فؤاد الدرقاع ولا سامي تويتي؟ سامي تويتي جواب صحيح 46 دقيقة هما عدلوا فوالا عدلوا في الدقيقة 60 وماركاو البونتو قبل 3 دقائق من نهايه الوقت القانوني 7 و8 دقائق. هذاك صحيح في الاخر ماركاو الطرح هذا ماتش الثالث مع كولومبيا.
أيوة. تشكيلة لعبة الماتش الثاني، نقاو الوعر المهذبي المحجوبي عبد الحق دكدوك، تذكروا اللاعب هذا دكدوك مراد الغربي، لطفي لونيس، هيثم عبيد، فؤاد الدرقاع، قيس اليعقوبي، لطفي رويسي، وهشام القريوي. هذه شونجمون اللي صارت بالنسبة للماتش الثاني. الماتش الثالث تو عاد قاعد يسخن منير، قاعد يسخن على البنك، وباش نلقاو في التشكيلة. التشكيل الماتش هذاك لعب تيتولير بالضبط. فوالا اما الماتش هذاك تضربت فيه وقتها في ضربه على الشبر نتاعي، ووقتها زوني ديريكت عملت جبيره في الماتش. ماتش الثالث هذاك ماتش كولومبيا كاو. المعلومه هذه ما عنديش. قداش الريزلتا وقتها؟ والله عدلنا فيه الماتش هذاك مين بواحد كولومبيا. عندك الحق، عندك الحق تقولي عدلنا، خاطر وصلنا ماركات هما في الدقيقة 19 خذوا الافونتاج. عدلنا نحن، عدلنا مع عبد الحق 76 أيوة. دقيقة صحيح على هيك خطرنا. والهدف الثاني سجلوهما بالنسبة ل 78. هذا تقريبا الحكم الروسي وقتها شاركنا في التشكيلة. الربع النهائي تذكرش ثم نيجيريا شاركت في الدورة هذه وتألقت الربع النهائي. نيجيريا تذكرش مع شكون لعبت؟ مع الأرجنتين ولا مع البرازيل؟ مع قريبا الأرجنتين والبرازيل، مع المكسيك ربحت 2-1 في النصف النهائي. لعبت مع البرازيل صحيح؟ مع البرازيل نفكر حتى لعبت وصلت خسرت 2-0 والنهائي تذكرش دار بين شكون وشكون؟ النهائي ظلي من البرازيل صحيح؟ البرازيل والكيب أوروبية أي صحيح، إسبانيا، البرازيل وإسبانيا صحيح. واحد بلاش وتمركا البونت وفي تمديد الوقت في الدقيقة 98. تتذكر البرازيل الجارديان تاعها شكون زعما منير؟ والله نسيتو. تافاريل، تافاريل بطل العالم. تافاريل بطل العالم كمل. شوف مشى ال 94 مونديال 94 ومشى الفيناليست 98. شفت وين وصل لا يعني. اما هو حتى هو تبارك الله عليه هذا. هذه علاش الاشاره، علاش ال 85 اللي برشا عطاو حظوظ للكيب هذه قالوا كان تكمل معناتها تمشي حتى في السينيور برشا، علاش ما كملتوش مع بعضكم مع المدرب والافكتيف منير؟ والله اذا نقول لك نحكي لك انا معناتها شنو اللي صار. هي وقت مرض محجوب عمل اعطى اقتراح للجامعه التونسيه كره قدم. والاقتراح هذا شنو هو؟ الفريق القومي هذاك الاواسط نتاعنا احنا يكون يقعد كله مع بعضه ويشارك في البطوله التونسيه. ايوه يعني يشارك بالكيب هذيك في البطوله التونسيه وفي واللي الكلاس الاولاني في البطوله. يعني كانت كلاس الفريق القومي اواسط هو الاولاني في البطوله، الثاني هو رئيس البطوله. ايوه وتقعد يقعد الفريق هذيك يعني كل تريف ولا كل حاجه ولا ماتش كاس ولا حاجه يلعب مقابلات دوليه. ايوه خويا منير تقعد معايا وباش لحظات فقط باش نمشي.